حنا العرب صرنا للأعدى جواسيس، حنا العرب صرنا للأعدى جواسيس، ووضعنا مع الأسف في انتكاسة مثل المجنن في الطرق والدواعيس، وكل منزل قدم الأقدام راسه من بعد موضات الأكل والملابيس. الموضة سناب وضيعته واختلاسه، تطورت الأهداف وسط القواميس وتغيرت حسب نظام السياسة، وتقدمت من حرب خلف الكواليس إلى اغتنم هاتفه وتجيب راسه، وفر بشمعه ما تكلف فوانيس لكن نتائجها بنفس الشراسة. وكيمون خطة من خطط عالم إبليس، وانتو دعمتوا خطته واقتباسه، صرتوا لهم جوجل بكشف التضاريس وخدام كشافة بعلم العساسة. جماجم ولكن جماجم مفاليس، ما كلكم عقل وضمير وفراسة، وطانكم صارت هدف للمعاريس، مدري ضياع عقول ولا نحاسة. وانتو فروخ أجداد كانوا قرانيس، عدوهم ما كان يوصل مراسة، وشلون صرتوا تشبهون الجواميس بنشر الضياع المبتكر بالطفاسة. البعض منكم لو أمر ياخذ الكيس وينظف بلاده جهل هز راسه، لكن تقبل يخدم الهيس بن هيس ويطيع شوره في بلاده وناسه. ما كن فيكم دم ولا أحاسيس، وما كن حرمة منزل الحر ساسه، وجيهكم عند الحقيقة معابيس، وطموحكم بين السفر والوناسة، وحكامكم فاقوا جميع المقاييس، مساكن ومستشفيات ودراسة، وجنودكم وسط المعارك مقابيس، ما يعرفون النوم ولا انعاسه. وانتو جهلتوا ما ذكر يا أهل العيس، وتعجبت منكم قصور الرئاسة. الله يعين قلوب بعض المحابيس اللي تعاني ما تشوف بحساسة، أجيالكم تحتاج بالدين تأسيس، ووطانكم تحتاج منكم حراسة، وأقلامكم ما هي بحاجة قراطيس، تحتاج علم ونضج فكر وفراسة. تكفون يلي تعشقون النواميس، لتسلمون الغرب سيفة وكاسة، أحلامكم وصلت لندن وباريس، وأعلامكم من جهلكم في انتكاسة. ودام العرب صاروا للأعدى جواسيس، أوضاعنا تحتاج إعادة دراسة. الشاعر محمد صالح القحطاني.